لما حطتنا التالي وموضوع بهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا وعم يعانوا منه بشكل كتير كبير. كل صبية بتحاول تحصل على شعر جميل، يمكن لأنه هو بيزين، بنقول عنه تاج الرأس وبيزين جمالها، بس بالآونة الأخيرة دائما بنحكي عن تساقط الشعر بشكل مستمر. كيف فينا نحمي شعرنا من تساقط الشعر؟ كيف هي طرق الوقاية الصحية والسليمة بعيدا عن السوشيال ميديا والإنترنت والوصفات اللي ممكن أي حدا يحصل عليها أو جارتنا يمكن توصف لنا إياها وتقلنا هي ممكن يكون إلى أثر كبير؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح الأخبارية السورية. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، تساقط الشعر بهذا الوقت او هذا الموسم، موسم الخريف او الربيع، الباذنجان دائما بنتهم الموسم الباذنجان بيبرفي الشعر. تماما. هلا هذا عم يصير طبعا موسمي. موسم الباذنجان بريء وما دخلوا الباذنجان ابدا، بس هو عم يترافق انه موسم الباذنجان مع تغيرات في درجات الحراره عم تؤدي لتغيرات فيزيولوجيه. فالموسم الباذنجان ما دخله، بس هي نتيجه تبدل درجات الحراره، فبيصير عندنا تساقط بالشعر، وحتى كمان تساقط بأوراق الأشجار، تساقط بأشعر الحيوانات، يعني لما يصير تغيرات. يعني إذا بدنا نحكي نحن اليوم يعني هيدا الشيء موسمي، لما نقول شو هي أكثر الأشياء الشائعة أو أسباب تساقط الشعر؟ تماما. هلا مثل ما قلتي شيء موسمي، وفي أسباب ما دخلها بالموسم هي أمراض بتكون. هلا من أهم أسباب تساقط الشعر، هلا نحن عندنا تساقط الشعر الطبيعي بالحالة العادية، إنه عنا بيتساقط الشعر من 50 لـ100 شعرة تقريبا باليوم، نحن ما بنحس بهذا الشيء لأنه عم يتجدد عنا. أما تساقط الشعر الغير طبيعي عم بيصير عنا إنه فجأة عم نمسك شعرنا، خصال عم بتهر، منكون نايمين منفيق منلاقي على المخدة في شعر. صحيح. بنفس الوقت عم بتقل عنا سماكة الشعر، ونحن لما بنوقف على المراية بنطلع منلاقي فيه فراغات بالشعر. لما نشوف فروة الرأس معناها هذا صار مرض. من أهم أسبابه هلأ طبعا في السبب الأكثر شيوعا هو السبب الوراثي أو العامل الوراثي. هذا سبب كتير شائع، يعني أغلب حالات يعني العمر بيلعب دور هو؟ كمان يعني العمر طبعا بنشوفها بأعمار مبكرة ولا فوق الأربعين ممكن؟ هلأ لا، بالحالة الوراثية ممكن تلاقيها بأعمار مبكرة كمان. نتيجة أنه مثلا حدا أبوه أصلع، أمه شعره خفيف، هي كمان بتصير أكيد. في عنا كمان السبب الثاني هو تغيرات هرمونية بالجسم، مثلا مثل ما قلتي بالعمر حالات انقطاع الطمس، بتصير في عنا تساقط بالشعر، حمل، ولادة، مشاكل بالغدة الدرقية. حرام، المرأة دائما بتقلك بالحمل والولادة كتير بعاني من هي القصة. تماما، لأنه في عنا تغيرات هرمونية عم بتصير، وجسم طبيعة فيزيولوجية، فشي طبيعي إنه يهير شعره. بتلاقي الفرق لما تاخد دواء الحديد بعدين، بتلاقي دواء شو؟ الحديد. بتلاقي طبعا هلا الفيتامينات والحديد، بتلاقي اختلف شعره بهي المرحله. طبعا هلا بدي احكي عن هي النقطه كمان، نقص بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والزنك وفيتامين دال. هدول يعني لازم تحللهم قبل ما تعمل اي اجراء، لانه نقص الحديد هو اكثر سبب كمان ممكن يؤدي لي لتساقط الشعر. كمان تناول بعض الأدوية مثل أدوية معالجة السرطانات أو المعالجة الإشعاعية. صحيح. أو تناول أدوية لمشاكل قلبية أو أدوية معالجة الاكتئاب، هي كلها بتعمل لي تساقط شعر. أيضا التهابات جلدية، بصير في عنا التهابات بفروة الرأس مثل السعفة، مثل التعلبة، مرض مناعي بيعمل لي يعني فراغات بشكل بقع من الشعر. كمان في عندي الصدفية، الأكزيما، هي كلياتها. بس الشيء الحلو أنه بس تتعالج الالتهابات هون فوراً بيرجع عنا الشعر طبيعي وتتعالج الحالة فوراً. كمان في عنا هلأ بعد ما صار عنا جائحة كورونا، في أشخاص فجأة صار يهر شعره وما عنده لا التهابات ولا أي مشاكل تانية. كمان كورونا كان إلى دور عند بعض الأشخاص، طبعاً حالات قليلة أنه تؤدي لتساقط الشعر. ايضا كمان في صبايا بينسوا انه شد الشعر، كتر شد الشعر هذا اهم سبب كمان انه بيعمل لي من هون شيء اسمه ثعلبة الشد. فبيصير عندنا تراجع بالشعر لورا، بيسحب، بيقول لك شعرك لورا. صحيح. تماما، وبيصير عندنا هون فراغ مثل خط اصلع. صبايا ممكن لولا الصبايا الصغار لما اهليهم على المدرسه مثلا على المدرسه بيربطوا لهم اياها كثير ما بيصير. طبعا هذا اكبر غلط، يعني يربطوه بس بحيث انه بدون شد تكون مرخيه من قدام. الصبايا يمكن تشده مشان تسحب عيونها بس بيأثر. ايه طبعا هذا كله بيأثر، هي سحبت العين خلاص تسحبيها باي شيء ثاني الا شعرات الا شعرك. تماما. فهي كانت يعني اهم الاسباب الشائعه. طب في تصرفات فينا نقول او اخطاء شائعه بتوقع فيها الصبيه؟ يعني هي الاسباب المعروفه، بس في بعض التصرفات ممكن انا باذي شعري بشكل يعني غير مقصود. مثلا في ناس كثير بتمشط شعر
شعرها، في ناس كثير مثل ما قلتي بتشد شعرها بترفعه، في بعض التصرفات يمكن الصبايا ما بتعرف انه هي ممكن تاثر على شعرها وتخليه يتاذى. طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك طريقه شد الشعر، الربط اللي بشده هي كلياتها، السشوار وتعرض للحرارة، كثرة الروح على المسابح وخاصة هلا بموسم الصيف، يعني هو بيجي كمان هذا موسم الخريف بعد الصيف، فبتكون رايحة على المسابح، كمان مية المسبح فيها كلور ومواد المية الكلسية، والشمس كمان بتأثر، والشمس الصبغات، الشمس طبعا بتأثر لأنه هي كمان مصدر حرارة تعتبر للشعر. مثل ما قلت السشوار، كثرة الحمامات كمان بتؤدي لتساقط الشعر، كثر التمشيط، يعني نحن وقت بنمشط كثير بيقولوا مثلا لا تمشطي شعرك كثير، والحمامات مع انه بيقول لك انه في صبايا انه لازم تحمم كل يوم، هي وسطيا قديش للشعر الأحمي؟ هلا اذا حسب طبيعه، اذا كانت بشرتها دهنيه وبحاجه انه تتحمم كل يوم تتحمم، بس لما تمشط شعرها تستنى لحتى ما يكون مبلول، يكون رطب يعني ناشف شوي، وتمشطه بمشط متباعد الاسنان، يعني ما يكون المشط بيتقطع اللي تماما هذا اللي بيقطع او كثير حدا. هي نقطه مهمه، يعني بيقول لك مشط شعري بالحمام او بعد الحمام كله مي، يعني انه ما بيصير بيتقطع الشعر، لازم لينشف بشكل طبعاً صح. طبعا حيهر لانه الشعر حتكون يعني متعرضه للمي والحراره والبخار، فبتكون تعبانه، يعني استنوها لحتى تنشف وبعدين بنمسح شعرنا. وسهل حتى مسامات الجلد، يعني سهل يعني تمشيطها حتى لو كان بسيط ممكن يهر سهل طبعا توقع. فورا بتوقع، هن بيستسهلوا التمشيط بالبلول بس بيضروا شعرهم هون، فلا بننطر شوي لحتى ينشف شعرنا وبنمشط. خلينا نحكي عن طرق الوقايه، يعني بعض القصص قبل ما نفوت بطرق العلاج، يعني ممكن انا اعمل بعض الخلطات بالبيت، او بعض بيقولوا لك حمامات الزيت بتاثر. هلا في الانترنت يمكن كان هو الوسيله الوحيده للكل، انه انا بدي اعمل خلطه لشعري، بتلاقي الصبيه بتفتح على الانترنت ببلش تعمل خلطات او بتستشير جارتها او رفيقتها. نحن بنعرف انه في انواع شعر مختلفه، في جاف في دهني، فمش اي خلطه او اي زيت ممكن حطه او استعمله، يعني صبيه استعملته لقت نتيجه، فالنتيجه مو بالضروره تكون بالنسبه لي نفس هي النتيجه. خلينا نحكي عن هي القصص الوقايه قبل ما نفوت، لانه العلاج في حالات متنوعه، يعني الموضوع بيكون اوسع بنحكي عنه اكثر. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه هون اغلب الصبايا، اكثر شيء الصبايا اكثر من الشباب، انه بتشوف جارتها او شيء عملت خلطه، لا تساقط الشعر مثل ما قلت لك انه لما عم يكون بشكل غير طبيعي فهو عم يكون مرضي. فكل هون في عنا تشخيص، وكل حدا له حاله، يعني لازم الوحده تزور طبيب الجلديه اكيد مشان تشوف حالتها الخاصه فيها. ومثل ما تفضلتي كمان قلتي انه طبيعه مثلا هون مثلا بشرتها دهنيه، هون جافه، فهون الدكتور بيقرر شو بشرتها وبيعطيها العلاج المناسب. لهيك يعني ما بيصير انه تاخذ اي وصفه ثانيه. طبعا اكيد الزيوت مهمه وكل شيء مهم، بس طبعا تحت اشراف طبي. طب الفيتامينات اللي بيحكوا عنها كثير تماما مثلاً. يعني في صبيه بتقول لك انا اخذت اوميجا 3 بياثر، في فيتامينات انا عم اخذها اشرتي انه فعليا الزنك والحديد مثل ما قلنا وفيتامين د بياثروا بشكل من الفيتامينات الاساسيه، بس في صبايا بياخذوهم بدون استشاره. تماما هي الغلط، انه نحن لازم نزور طبيبنا، نعمل تحاليل، حيطلب منا تحاليل اكيد، حيشوف التغيرات الهرمونيه اللي عندنا، اذا كان في عندنا مثلا مشاكل نسائيه او اي مشاكل ثانيه لحتى نعالجها، ومن بعدها بنعالج شعرنا. يعني اجباري لازم الوحده، يعني هون كل حاله، كل شخص هو حاله، كل مريض هو حاله خاصه. ممكن يطلب خزعات من الراس ويشوف اذا فيها التهابات او شيء هي اللي عم تسبب هذا التساقط. فهي اهم شيء الوقايه، انه تروحي اول شيء عند طبيبك اول ما تحسي فورا. ثاني شغله تعملي مع شعرك برفق. ثالث شغله هي الاقلاع عن التدخين، لانه كثير شفنا انه الاشخاص المدخنين عم بيصير عندهم تساقط شعر اكثر. والارجيله نفس الشيء. والارجيله طبعا نفس الشيء، حتى اللي بيتعرضوا لدخان، يعني في ناس ما بتدخن بس بلاقي الصبيه قاعده بتتعرض بشكل يومي لانه المحيط لدخان كمان بياثر على شعرها. طبعا هي لانه هون بتكون عم تدخن تدخين سلبي. فنفس الشيء، يعني التعرض للتدخين كمان هذا سبب العالم عم تغفل عنه، انه شو دخل الدخان بالشعر؟ لا له دخل. طيب خلينا نحكي، يمكن ذكرتي نقط كثير مهمه عن مشاكل ممكن تصيب الصبيه، منها حكيت الثعلبه وهي اللي اكثر شيوعا بنشوفها، وكثير ناس يصابون بالثعلبه بتقول لك عالجتها ورجعت، وبيخافوا بيقول لك لما يصيبني الثعلبه ممكن اصلع. لا، الثعلبه ممكن تتعالج وممكن شعرها يرجع ينمو، خلينا نحكي عنها شوي. طبعا الثعلبة اكيد لها علاج، بس تحت اشراف طبي، يعني ما بيصير انه انا والله اروح اشوف رفيقتي مثلا في منهم بيتعالجوا بالكورتيزون في او شيء. في ثعلبة كمان تكون مستعصية.
يعني معندة طبعاً معندة. في حالات معندة أكيد يعني، بس ما بنفقد الأمل نحن منها، ممكن نلجأ لزراعة الشعر، ممكن نلجأ يعني في حلول معندة كتير. ممكن لا يعني تروح وتطلع بمكان تاني، ما تروح بشكل اللي بتتوزع على مدار الرأس ممكن. طبعاً بس بالعلاج يعني هون بنصير مثل ما بيقولوا إنه بس تعالجت فوراً ما عاد ترجع تطلع بأماكن أخرى، لأنه خلص نحن عالجناها بالوقت الصحيح، يعني أول ما شفنا هالثعلبة فوراً رحنا عند الدكتور، ما استنيناها لحتى تنتشر أو تكبر. طيب يمكن كمان من العرف والتقاليد كنا نسمع سامي خان بيقول لك الثعلبة لازم براس توم تفركيه او يعملوا بعض الاجراءات الاهالي قبل ما يتوجهوا للاستشاره الطبيب، كمان هي التفاصيل قديش مهمه لانه ممكن تاثر بشكل سلبي طبعاً على الحاله المرضيه اللي عند الصبيه. طبعا نحن ما بصير نروح نفتح النت او نشوف مثلا مثل ما قلتي ايام زمان انه عم يحطوا، لا في هلا علاجات وفي طب تطور، في كورتيزونات، في كريمات، في بخاخات، في ابر، في حقن، في كثير امور بنلجأ لها، يعني في كذا بروتوكول علاجي مثل ما بنقول انه لعلاج الثعلبه ما توم وما توم وهي الشغله. صحيح 100%. طب خلينا نحكي عن اهميه المعادن والفيتامينات اليوم لتأثر على صحة وقوة الجسم، وقلنا خلال حديثنا بتلاقي المرأة الحامل يمكن بسبب تغير الهرمونات بجسمها ولفترة طويلة بتلاقي بتعاني هي أكثر واحدة من مشاكل تساقط الشعر، بتقلك شعري خف صار يهر لفترة طويلة وحتى بمرحلة الأرضع، وبتلاقي مثلا الدكتور بيوصف لبعض الفيتامينات اللي هي مساعدة بتلاقي لا بلش هيك يقوى شوي شوي. شو أهم الفيتامينات اللي نحن ممكن نعتمد عليها لنحافظ على جودة الشعر يعني ما يتأذى، يعني قبل ما أفوت بحالة مرضية أنا أقدر أعمل حالة وقائية مسبقة حتى لإلي ممكن لبنتي بشكل عام؟ تماما، بعد ما نعمل نحن التحاليل وبنشوف انه عندنا نقص بهي الفيتامينات نحن بنروح بنتوجه، اذا ما بنروح عند الدكتور نتوجه عند الصيدلي بنرجي التحاليل، هو بيعطيني العيار المناسب من مثلا فيتامين د او مثلا كم حبه حديد انا اليوم بدي اخذ او ابر او 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 الى اخره، نتوجه لعند الصيدلاني وبنرجي التحاليل وهون يعني بنشوف انه شو النسبه. طب في ناس بتقول لك فيتاميناتها سليمه يعني او المعادن عندها سليمه، هي بتحب تاخذ مثل ما عم نشوف الاونه الاخيره شيء مدعم مثل اوميجا 3 تماما يعني. او مثلا مثل هدول المستحضرات هلا المتممات الغذائيه اللي عم بتكون تمام خاصه بالشعر والاظافر، هي بنقدر ناخذها لانه عم بتكون فيها مثلا بيوتين وشغلات خاصه بالشعر، يعني ممكن ما بتاذي على باقي الفيتامينات الموجوده بالجسم، يعني هي خاصه لهالشغله، وحلاوتها انه حتى ما بتطلع شعر بكافه الجسم، يعني هي مختصه بشعر الراس والاظافر. طيب خلينا نحكي كمان عن نوعية الشعر قديش بتأثر بطرق العناية، يعني إلا في شعر جاف، في شعر دهني، حتى الغامق والفاتح كمان بتلاقي الشعر أشقر ناعم، بتكون شعرته كتير ناعمة، بتلاقي لا في صبية شعر أسود سميك، هون كمان طرق العناية بتكون مختلفة ولا لا؟ لا، نوعية الشعر ونوع البشرة هي ما بتأثر أبدا 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 ما بتأثر يعني ما. طيب خلينا نحكي على العمر كمان قديه بيلعب دور. تماما، هلا اكيد النساء او الرجال اللي عم يتجاوزوا ال40 وال50 بصير عندهم تساقط حاله طبيعيه جدا كمان، ما انه هي تسمى هالحاله المرضيه. ما كنا نشوف باعمار مبكره شوي يعني كنا نشوف هالحالات بعد ال50 60، هلا عم نشوف ابكر شوي، يعني عم نلاحظ في فرق 10 سنوات صار ابكر هي الحالات. طبعا لانه هلا درجت عنا الجيل والسشوارات صارت من عاداتنا اليوميه سيئة، نتبع تماما هي الشغلات السيئه انه نحن نعرض شعرنا للحراره، ايام زمان ما كان في لهالدرجه الواكس والجيل وهي الشغلات. طب اللي مضطر بسبب طبيعه عمله نحن كل يوم بتلاقينا معرضين لاني سشوار واشتغل بشعري، شو طرق الوقايه الصحيه تماما هلا انا احمي شعري اليوم؟ تماما، بدنا نصير كل فتره نعمل جلسات ميزو بلازما، حتى احيانا في العالم يلي عم يعانوا من تساقط الشعر الوراثي كمان عم نستخدم لهم علاج بالليزر، كمان في هلا تقنيه جديده نازله اسمها الخلايا الجذعيه، يعني هي نحن عم ناخذ خلايا من اسفل فروه الراس وعم نحط معها مواد مدعمه ومحفزه لنمو الشعر وبعدها بنحقنها بفروه الراس، فهي كمان من اهم العلاجات هلا بس جديده يعني. فهي كلياتها بتساعد انه مثل ما قلتي بطبيعه عملنا بنضطر حمامات الزيت كمان. طبعا حمامات الزيت مثلا مرتين بالاسبوع لمده ساعتين، هي كلياتها بتفيد كونه نحن مضطرين مثل ما قلتي لطبيعه عملنا نطلع بمظهر حلو اكيد، بس اذا ما لنا مضطرين حرام كل يوم نعرضه للحراره، نعرض شعرنا للحراره كثير. اكيد كنا سعيدين بوجودك الصيدلانيه رشا الموسى، وشكرا على كل